مسألة أستاذ طاهر الصيام. نعم. نتائج هذه المعركة الآن في الميدان وفق ما نتابع ما يجري في الشمال، وصول القوات الأوكرانية إلى الحدود مع روسيا وكسر القوات الروسية هناك، مع تقدم للقوات الروسية في الشرق والجنوب، هذه الخلطة ما الذي تقوله لنا؟ طيب أنا ميدانيا إن شاء الله سأحاول أن أجيب على هذا السؤال، لكن أتمنى أن نعود إلى موضوع اسكندنافيا والخطاب جين الروسي. جايين له تمام. الخطاب الروسي، لماذا الخطاب الروسي أصبح هادئا؟ فجوابي بالنسبة لسؤالك الكريم، حقيقة الروس، أنا قلت هذا سابقا، يركزون على أوكرانيا المفيدة. تمام. الخسائر موجودة والخسائر فادحة، لكن هذا لا يغير كثيرا في المسار الرئيسي للعمليات حسب الخطة الروسية العامة. حصل تعديلات لا شك. الآن المنطقة الغنية، منطقة التعدين الدونباس، وهذه المنطقة هي منطقة العمليات الرئيسية. أنا لاحظت في البداية، حتى أكون منصف، أن الروس أتى الإعلان بأن الروس بدأوا ينسحبوا من بعض المناطق في خاركيف، ثم بدأت الرواية الأوكرانية تأتي على قضية دحر الروس. توقع أن الأمر ليس بهذا الشكل، الاندحار، وكأن الروس يعني بدأوا بالفرار من أرض المعركة. أتوقع أن الأمر يعني ضمن أولويات واستراتيجية معينة ستبان يعني قريبا. قضية انتقال الأوكران إلى الحرب على الحدود الروسية سيكون ثمنها ضخم جدا، وقد يكون هذا فخ يعني الروس. ثمن ضخم جدا بالنسبة لمن؟ نعم، الروس إذا من سيدفع هذا الثمن؟ الأوكرانيين مؤكدا. الروس يستطيعون أن يستدرجوا، يعني لو انسحبوا تماما وأعطوا الفرصة للأوكرانيين للبدء بمهاجمة مناطق حدودية روسية، الروس لديهم قوة نارية كبيرة لم يستخدموها حتى الآن. قوة الصاروخية الروسية مخيفة جدا، وفي الوقت الذي يصبح هناك مبرر الدفاع سنرى روسيا تمارس الأرض المحروقة الحقيقية. قوة نار هائلة ستقوم بقصف مخيف جدا للمنشآت والمناطق الأوكرانية الداخلية. يعني الأمر سيبان أكثر خلال عدة أيام إن كان مجرد هذا ضمن الحرب الإعلامية الكبيرة. يعني حقيقة قد نتكلم لاحقا عن موضوع مستوى البروبوغاندا اللي حاصل كبير جدا. يعني أنت تسمع يوميا كلام بوتين عنده سرطان، بوتين مجنون. يعني حقيقة المفروض أن تكون المعلومات أكثر رصانة وأكثر موضوعية. هناك مشاكل أكيد، يعني الإيرانيون يقول أن بوتين قام باعتقالات، هذه من مصادر إيرانية شبه رسمية، اعتقالات كبيرة ضمن الأطقم الأمنية والعسكرية خلال الفترات السابقة وصلت إلى 800 طيب مسؤول. خلينا أعود إلى واشنطن. أستاذ محمد، في ظل هذا الوضع العسكري في أوكرانيا واستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا بالسلاح، هل ما زال الإعلام الأمريكي يتحدث عن احتمال تورط أمريكا بصراع مباشر مع روسيا مع استمرار الخسائر الروسية أيضا؟ الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة أن تتورط في الحرب في أوكرانيا، هذه حرب بوتين، وهو الذي يعني هناك قولا أمريكيا you made the bed and you sleep in it، أنت اللي رتبت السرير وأنت بتنام فيه. فلذلك هم الأمريكيون وحلف الناتو مصممون أن لا يسمحوا له باحتلال بلد مستقل. والعربدة، وأعيد الكلمة مرة أخرى، العربدة في المنطقة، لأنه لو سمح له كما سمح لهتلر باحتلال تشيكوسلوفاكيا في سنة 1938-1939، ذلك سيؤدي إلى حرب، يعني حرب عالمية. لذلك هم يحاولون حرب استنزاف وتزويد أوكرانيا بكل الأسلحة العادية وليس التقليدية الاستراتيجية من أجل الدفاع عن نفسها. وثبت لهم وثبت للجميع وثبت للعالم أنه بدأ يتقهقر ويتراجع، لأنه كان يحلم أن يحتل كييف، وهي ليست كييف، هي كييف بالأوكراني، كان يحلم باحتلالها واضطر للانسحاب وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
في بوتشا. فلذلك هم ليسوا بحاجة للتصعيد معه، بل هم سيدعمون الأوكران حتى آخر أوكراني وليس حتى آخر أوروبي غربي أو أمريكي. ولكن بنفس الوقت كذلك حتى وإن حقق حلمه باحتلال الشرق الأوكراني وأوديسا وماريوبول ويعني المناطق الزراعية المهمة، لن يستطيع بيع شيء، لأنه سيحاسب كما حصر الاتحاد السوفيتي على مدى أكثر من 60-65 سنة بعد الحرب العالمية الثانية. فلذلك ما زالت الحرب في بدايتها، وما زال يعني الأمريكيون، والأمس صوت مجلس الشيوخ الأمريكي تصويت مبدئي على تزويد الرئيس الأمريكي ب40 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة وأمور لوجستية من أجل هزيمة العدوان الروسي.